لماذا لم يشارك آلان هانسون أكثر من 26 مباراة مع منتخب اسكتلندا؟ إنه سؤال ما زال يطرح إلى يومنا هذا بعد أكثر من عقد من الزمن من اعتزاله وانتقاله للعمل في التلفزيون، فقد كان يسيطر على الكرة بكل راحة ويحول الدفاع إلى الهجوم. كان هانسون مدافعا كاملا، حيث كانت شراكته مع مارك لورنسون هي الأفضل، فهو اللاعب الذي يمثل الهدوء. كان يمتلك رؤية رائعة في التمريرات، وكان موضع احترام القارة كلها. فاز هانسون ببطولة الدوري 8 مرات وبكأس الأندية الأوروبية 3 مرات خلال تواجده في أنفيلد، حيث قاد الفريق الذي فاز بالثنائية في موسم 85-86. فقد كان ببساطة أفضل مدافع يرتدي القميص الأحمر للنادي.